تحية حلوة وبعد، يقول المثل الشعبي مسمار جحا. أنا جحا منهم، جحا جحا شنهم، أنا جحا منهم، نحب نحب شنهم، أنا جحا أبو الذكا والجمبزة، عزمي شديد شنهو، قلبي حديد استريح، عزمي شديد شنهو، وقلبي حديد رح. نعم جحا أبو الذكا والخبقة. معكم من وراء الميكروفون سارة عبد الجليل عمر، وفي الإخراج عياد العنزي. مسمار جحا. بطل قصتنا اليوم هو جحا، من الشخصيات التي كثر ذكرها في التراث العربي، وعرف عن جحا الذكاء والفطنة والدهاء، وكان يجد لنفسه في المواقف الصعبة مخرجا لما يملك من حيلة ودهاء. ولجحا الكثير من القصص التي أصبحت أمثالا عند العرب، منها مسمار جحا. فيروى أن جحا كان رجلا فقيرا ضيق الحال، وكانت له دار قد ورثها عن والده، ولشدة ضيق الحال عرض داره للبيع، وعند بيع الدار اشترط على مالكها الجديد الذي اشتراها أن يبقي مسمارا في الحائط، فوافق المالك الجديد على مضض، ولكن الحيرة والإعجاب لم يفارقانه من تصرف جحا. ولما جاء اليوم التالي ذهب جحا للدار التي باعها. في البداية رحب المالك الجديد بجحا، لكن مع تكرار تصرف جحا ضاق ذرعا، وكان جحا يزور البيت بحجة أنه يريد الإطمئنان على مسماره ويريد النوم تحت ظله. إلا أن المالك الجديد في النهاية ترك الدار لجحا ورحل عنها، وأصبحت القصة مثلا يضرب لمن يستغل غيره بحجة واهية. القصة لم تكتمل بعد، والحلقة شيقة ومتميزة، لأننا سنسرد الحكاية باللهجة المغربية. مستعدون لمفاجأة؟ فلنبحر معا في دهاليز هذه اللهجة. كان يا مكان في قديم الزمان، والملك ملك الرحمن، ونزيد نصليو على نبينا العدنان، يا سادة يا كرام. هذا شحال مطور، كان تيملك دار كيف القصر، بالمنظر تتبهر، هذا اللي داز وشاف وعلى جنبها طاف، ولكن اللي كتب له دخل عينيه تحل في السقف وفي الجناب والأبواب، حيت كل صانع فنان ما خلف جهده من زخرفة وألوان، وعاد الخصاص وصناف الفرد، المهم قطعة فنية يعجز يوصفها لسان. دار جحال عجيبة عملها من ذهل الناس الكبار، حيت ولا من صحاب الموال، وكان كل شي على وناس تعوال. في يوم من الأيام دخل عنده واحد من العيان، وغير شاف ما شاف أصبح متيم ولهان، وهو يقول جحا هاد الشي عندك كيف تن، واش تبيع ولا ترهن؟ وهو يرد عليه أسيدي الحاجة إلا ما تتباع ما تتشرى حرام، والرهان ما يحقق دوام، وخاق كلمة نبيعها ما كانت حتى في الأحلام. أعطى التاجر الثمن وجحا كيرفض، ومن هدرة حتى ولت بالصح، ودخلوا المعقول والصح. منين حس جحا بالثمن بحال الا طاح عليه من السما، حيت قبل يبيع وفي نفس الوقت ما سخاش بالمكان، ولكن هيهات على جحا فنان في الحيله، وعنده لكل مشكله حل ووسيله. وهو يقول ليه
أسيدي الله يربح، تستاهل، وأنا الله يصبرني على فراق داري. وهنا التاجر كيرد عليه، يا جحنا العزيز مرحبا بك في كل وقت وحين، وبحال جلستك فين نلقاو؟ قال له جحا، أسيدي هاد مرحبا بغيتها تكون بالقانون، ما عندي ما ندير بالكلام المدهون. وهو يقول له التاجر، نشوفوا اللي يعزف ليك مرحبا بالقانون. وهنا قال له جحا، أسيدي بلا ما تعذب راسك، اللي غادي يعزفها كاين، هما العدود. التاجر قال له، كيفاش؟ وضح لي ما فهمتش. وهو يقول له جحا، أجي معايا لوسط الدار، أتبعني وتشوف. هاد المسمار اللي في هاد الحيط. قال لي راني شفته. إيوا، قال له جحا، يعني مبروك عليك الدار، إلا هاد المسمار. قال له التاجر، هاد المسمار وكان؟ قال له وكان، ولكن كل شيء توثق عند العدل. رد عليه التاجر، غدا يوصلوا لك فلوسك. وجاوبو جحا، وغدا نخوي لك الدار، وعفاك تهلا في المسمار. يا سادة يا كرام، هذا ما كان من قصة المكان اللي تباع، وخبارو شاع بين الكبير والصغير، والتاجر فرحته ما ليها نظير ولا مثيل. حتى داز القليل من الأيام، وجحا قصد دارو القديمة في نزول الظلام، وهو هز في ديه طرف من جيفات جيف بريحتها الكريهة، واللي ما ينفع معاها لا طيب ولا بخور. الخادم حل، وجحا دخل، والتاجر وحل. منين شاف جحا قصد المسمار اللي مرشوق في الحيط، وعقد جيفة بخيط ودلاها. ومنين مول الدار طار واستنكر، قال لي جحا، يا صاحبي نفكرك ولا لا؟ وصيتك على المسمار، نعلق فيه الغزال ولا الحمار؟ وهنا التاجر بردلو الماء في ركابي، وبقى على يديه ورجليه حابي، حتى دخل البيت وتقول ضربو عفريت، أمرض شهر بالتمام. وغير دازت الأيام، مضت أيام وأيام، وعودها للتاجر تيتفقس ويعبس. ومنين وصلت العظم تقلق وطلع له الدم، قصد قاضي البلاد، وقدم سيد العباد حكم لصالح جحا، حيث العقد صريح والمسمار الصحيح ما يطيح. وما بقى عند التاجر غير حل يتهنى ويفك عليه هاد الوحلة. قال له جحا، بشحال تبيع؟ قال له التاجر، بالثمن اللي شريتها منك. قال له، ما نعطيك حتى الربع. قال له جحا، كاين اللي يشريها؟ قال له، الله يربح الشاري. المسمار تابعو تابعو، وبالفعل حتى واحد ما قدر يشري. وفي ديك الساعة تاجر مسكين باع الدار اللي خدات له طرف شنق، حتى ولا قريب يحماق، هما في السانو غير الدار المسمار، المسمار الدار. يا سادة يا كرام، شفتو جحا كيف قدر يرجع دارو بفضل ذكاؤه وحيلته ومسماره؟ وبقات مثلا على سير الأيام، فهمة وكلام بمعاني واضحة، ولكل زمان صالحة، مسمار جحا حكاية ما تمحى. إلى هنا تنتهي حلقتنا هذه الليلة، لا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد.